مجموعه ديال النصائح اللي عثمان نفيدي وهما الناس المهنيين كيف ما قلنا اللي بسبب الخدمه ديالهم تيكونوا عندهم يعني المده ديال الجلوس ولا الوضعيه ديال الجلوس كتكون طويله بزاف، يعني الساعات اللي هي طويله بالشكل اللي هو يومي، فباش كتنصح هاد الناس باش يتجنبوا المشكل ديال البواسير؟ جا عندي يعني رجل دركي يعني عنده المشكل ديال البواسير، لانه طبيعة الحال الخدمه ديالو انه تيخصو يقعد من السوا واقف. انا قلت له بانه النصائح اللي يقدم هو انه من بعد ساعتين ولا ساعه، من بعد ساعه ونص ديال الوقوف ريح لك ربع ساعه، جلس بدل لا بوزيسيون. فبالتالي بالنسبه لهاد الناس هادو اللي دائما هو واقف في خدمته، عنده سواء كان دركي ولا شرطي ولا جندي او له، تحيه كبيره ليه طبيعة الحال، تحية لهم طبيعة الحال، لأنه بدهم مجهود كبير يعني في هذه الظروف هذه. نعم. فبالتالي كتقول له بأنهم اللي تكمل ساعة ونص أو لساعتين لضروب ريح خذ لك ربع ساعة أو لهذا ريح ارتاح مع راسك. فبالتالي أولى الناس اللي هما دائما مثلا كتقول لك السيدة أنا دائما مريحة خدامة في بانكا ولا خدامة في مكتب دائما مريحة ولا إلى آخره، يعني كتقول لها شوف كل ساعة ونص أو هذا نوض وتمشى شويش، يعني دير امتي تماخش هكذا تمشى باش الدم يجرى فيك، لأنه ما يمكنش تبقى في نفس لابوزيسيون. وحدي دائما من العادات السيئة ديال الفيسبوك في التواليت، لأنه بعض الناس يبداو ياخذ الفيسبوك هكذا وتيريح في التواليت وتيريح أنه يعني كيقضي الحاجة ديالو في نص ساعة ولا أكثر. فهذه مسألة اللي هي ما مزياناش بالنسبة للمشاكل ديال المخرج. فبالتالي وبطبيعة الحال دائما يعني الكونستيباسيون تبقى يعني القبض تبقى هو المشكل الكبير. فبالتالي الحل ديالو كما قلنا النصائح الغذائية زائد شرب الماء زائد الحركة. لا مارش. نعم، شكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور عثمان نافيدي، طبيب متخصص في جراحة الجهاز الهضمي، شكرا جزيلا لك.